إخوة الإيمان، ومضى رمضان وجاء رمضان، رمضان يعذوب يسد رمضان. أيها الإخوة الكرام، شهر رمضان يطرق الأبواب قيس قاقود، وما هي إلا أيام قليلة ويحل علينا هذا الشهر المبارك وهذا الضيف الكريم. كم نحن بحاجة إلى فضائله ومنحه في حياتنا اليوم، وفي خصوصا في هذا الزمان. ما أحوجنا إلى هذه النفحات الربانية لننجو بها من شقاء الدنيا وتعاسة الآخرة. روى الطبراني بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. إخوة الإيمان، شهر رمضان هو أعظم هذه النفحات، فهو مقبل فأقبلوا، فهو مقبل عليكم فأقبلوا عليه، وخذوا منه البذل والفضل والكرم والعفو والتسامح والصدق لتسمو أخلاقكم وتصلح أحوالكم. وإن من يعني من الإنسان من زغي يستقبل رمضان، من زغي السجد، من غير السجد في النص، إن أعظم ما يجب علينا أن نستقبل به رمضان وأن نستعد لهذا الشهر المبارك هو العزم على التوبة من الذنوب والمعاصي والندم على ما حدث من تقصير وتساهل وتفريط في حق الله وفي حقوق العباد. وإن المحروم أيها الإخوة سري وورثة، المحروم من حرم التوبة والمغفرة من الله في هذا الشهر. كورجل تشهان رمضان ربيع تخطصني وذن تغرض احنا جهنم، لا اسم حاسم. فالمحروم يعني البوب والطنط واني غفر مرة اتصني وذن اسمي غفار بشكل الله ما يمس الأفعال نقطة قيدة تبدد يفض رمضان ممشي يفض الجيش مني. صعد النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر يقعد ثم داش تمزوات، فقال آمين، يقعد على السنين إن آمين، يقعد على الثلاثة إن آمين. فلما نزل سئل عن ذلك وميديد داس سنت، فقال يعني يا رسول القوم قاعد تمزوتني الآمين آمين آمين وش تمسى؟ فقال إن أتاني جبريل وصغاري جبريل، فقال خو جبريل الناس الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين. فقلت آمين. الناس يصدغالي جبريل الناس هذه مار وانزان هذه خصة هذه ذي والنضغة يوضن ليضخك رمضان وهذا شيء غفار به إلي آمين. إن الرسول صلى الله عليه وسلم آمين. ويتدعو جبريل وين السنة ضرب به وين الآمين ذي الرسول الدعاء مستجاب ذي ما كانش يعني الدعاء مستجاب. ثم إن ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين. فقلت آمين. إن صديق صعوني مرنقي سرد شيء الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وذي عقصى إني آمين إن آمين. ورغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له قل آمين. فقلت آمين.
والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، شقيخ المنبر الرسول صلى الله عليه وسلم يوني غيجي مس ذبس مغان أقين كيزدي هدف واثنيتع واثني السدو مسجيف ضيضا ما كيش آهني غشم من غثنة، خصوصا يعني الشباب الطاسم الشباب الوالدين سنخسن خاسن ودارين أرخبا، والله لو يضيع الإنسان ويستين شما معنى الأم نغذ باباش واتيستين وانستين والقيمة نس وني ويستوذ مع الضاي باباس نغميخي عجن باباس ذي ثمار نغذ يماس عاد ويستين حق الوالدين وني تفضل نثامغة خباباس نغذ يماس ويوضع مزي غاد خدس شكل حق الوالدين مين زين مين زين مين زين ها؟ ما سيسنى اني تغالي شك صغوي الضحضيب انت ثوات تتص ما ستشعق عديس ما خميني غشتارو يا الزمر الرحيم من اسمه مش اصعب رحيق يجان سنجي ثموت بعد سكرات الموت تزدفعوا من زي النقطة نضعف نتمغاث البونتو ذيبي نتمغاث هو التوانس السن من خاص نتامع الناس نهاني ذا شم شك عاوذنش غاثينا ربي قارش ولا تقل لهما أف نقشتني الآن شك ذواجرا نشتاوان نشتمغاه نشن باباش ديماش ما دام واش تدعوني شان الكفر نغشن الشرك ذيني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أه روح ثغى إبراهيم شتي في القدوة روح تغاذا وليدي مين دا سيقى إبراهيم هذا شق غا شق غا شق مين دا سيقى أنت يا أبتي قمة تأدبك باباس مشرك باباس مشرك قمة تأدب يا أبتي واسني بوشك مشرك واسني بوشك كافر لقد جاءني يسيدنش من وذاش ديوسيخ زي الأدب ما عندي سيني يا بابا قشك جاهل قامين دي يسين بابا وغاكيد جيش يعني العلم غارينش وغاكيد جي عشان غابرا إما شعص مغاس يا أبتي نشين غانر متنين يوارن فاق ذم زوات الدعف يو أبدا أو تبين دي العلم غاك بين دي الالتزام نشبذا زي الوالد نشق حارقا خزاد دم مش نرضي بابا مش نرضي ماشي حار يو أدعو نغسش هذا ماذاش فهمن مين غاك ذا دير مخ شك خزالي سنين فهمن 70 سنة انت جاهل ويغري ظاهرو مين يسن في سيد نهارا سن تنين يوارن فرمذ شوية المسائل انتو مزيان ولك تاني احم بذا السنة بذا السنة نغشين الدين ذي الالتزام خلمة مسرقة غواه انت مزيدة اخي ذو الرع وينات نشين نسمح ذي ثو ذي نسمح ذي معنى الالتزام يغاك يخار يخار يخن تبدد خرش بذازي هدهنج يمش باباش ثاونج خني في الزطابار ايها الاخوة الكرام لقد دعا الله عباده الى التوبة مهما عظمت ذنوبهم وكثرت سيئاتهم ووعدهم بقبول توبتهم مامش مجين الذنوب نشوما مامش مجين ربي قارش توب أصدغاري ولكن إيري صادق ذي التوبة نش فزحروا جذ شوما معليش كون صادق شكواه جذبو معصوما أتغرض دعاو أتغرض كون صادق هك الله عز وجل ذرد مامش مجين الذنوب ني إغفارة تربي بل ما رشك صادقك الله عز وجل ذنوبني تيراتني 30 سنة شكتيرات يتبداليهن تربي السيئاتني تاريهن ذي الحسنة رحمة ولطفا بك يا حميش ربي من مثتوبذ صدق الله عز وجل توسيد يغفارش مرة تقرني تواشي سبوهر وين تبين صادقين سقيقين يتارش صابي ذي الحسنات. وفي هذه الأيام وقبل رمضان تكون التوبة أكد من غيرها من الأيام، يعني نهارا السنة التوبة يعني واجبة بالحسن زي الأيام المغرب شهر التوبة والغفران والعتق من النيران
وهو شهر تطيب فيه النفوس، فكم من مذنب طال أرقه واشتد قلقه، تخنقه آثار المعصية وتعتصره كباءة الخطيئة، يطلع إلى صبح قريب يشرق بنور التوبة والاستقامة والهداية والإنابة، ليذهب معها اليأس والقنوط. أيها الإخوة الكرام، إن الشعور بخطيئة، إن الشعور بوطأة الخطيئة والإحساس بالمعصية والاعتراف بالذنب هو السبيل التصحيح والمراجعة وطريق العودة والإنابة. الرجولة أريز خميني غاف اعترف ذيك غرضغ غرضغ ذي الحق نوا غرضغ ذي الدين. إذن ذنيتا السلبي لقاش كملح ورني قيدعت. الرجولة ما لازم ما غاش تغاضر مغشا غاكداس تفوماش روح غاج نتغمى ذار رأس سمحاي نقش الرجولة. ماشي الرجولة ضحى ضحى كاع بنادم ها توجب وزي الدين. راجع راجع الدين مش راجع راجع ما يخدم الدين ما يما شو خدم بوشك شو الزغ الله عز وجل خفي هذا. ربما العمل نهوني يوم القيامة دير السبب في دخولك إلى الجنة بل ربما شكن التزيد خثني ما رنش نوجبو دار الرحمة في يوذان. إذن قال الرسول صلى الله عليه وسلم يجد دار الرحمة في العالمي نشين كثير خاص إذن زاع الرحمة. أيها الإخوة الكرام، ذكر ابن قدامة رحمه الله في كتابه التوابين القصة، ليس كلام أهل العلم لكن نستأنس بها. إذن ذكر ابن قدامة رحمه الله في كتابه التوابين أن بني إسرائيل لحقهم قحط على عهد موسى عليه السلام، فاجتمع الناس إليه ذي رقت موسى عليه السلام بنو إسرائيل أن زوالوا يعني القحط غاسن روح غا موسى عليه السلام، فقالوا له يا كليم الله ادعو لنا ربك أن يسقينا الغيث. قشك النبي شك السوار ذاك ربي ادعو الله عز وجل أنا غدي شنزا. فقال موسى عليه السلام إلهي سقينا الغيث أحمان يا ربي أحمان. فما زاد العكس يماني الفوش يماني رحمه ولو ينزا. فقال موسى إلهي سقينا يا ربي من زي الإنسان يخسدي لحظ الدعاء دعو دعو يا ربي يا ربي دعو من يتحوج شن حاجث وتحبو غم محقدة قالوا حس تجير في قروضو السجدة غير ربي دي استقضى فهمذني غلاش ما لا تحوج دعو ربي يا ربي ربي اش دي السك صافي اش دي السك وش غي وش غي خدمن. إذن موسى يدعى الله عز وجل مرة أخرى يتدعو فقال إن ربي كيف أسقيكم ما مش غيك غنوم دكش غنزة وفيكم عبد يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة. قال يوم الجن دير وسطنهم أقدر وسطنهم 40 سنة نطيع الصاي مش غيك غنوم دكش غنزة نادي راغا دير وسطنسن يا موسى ربي قال سي موسى راغا دير وسطنسن هذيك كاوني ذي فقا الزي سي وذوم دكش غنزة ذوني السبب وذوم دكش غنزة. فصاح موسى في قومه كموسى إنس أيها العاصي الذي يبارز الله منذ 40 سنة آوني 40 سنة نطيع الصرب كف غساني تاخدشك السبب زوادي هو ينزى. فنظر العبد العاصي وني تقنخوني 40 سنة نطيع ساق الدروس خبين ساثقا غمو وشي قاهه يخزاخ يفوس ويكحد يخزاخ زرمض ويكحد الناس الكلام موجهينش مادام ويكحد يفق يعني يا ورق هنش. فقال في نفسه إن قرنز إن أنا خرجت من بين هذا الخلق ملك كعنش فر أغيظان أغطو أفضح السنن باللنش
وإن قعدت معهم مرقم كيسن منعوا لأجلي. وهذا سنديوتي الشبو يا ربي ينزع فيندم اترو غذا خر نادي من خميني قمر. وقال إن يا رب 40 سنة نشع الصيخ شكت الجيدي وقد أتيتك طائعا فاقبلني. قال خسيغ التوبة قبر التوبة إنها سيدة ربي. بينما تستورك ربي ذي النفس نسدي هو ونزع يهود ونزع خزاذاني توخسي دوخت غث عاصي ولكتيني جيش الفعل الله أعلم ذو السبب زيدي هو ونزع. يا ربي ملك عفغ قد توفضح ولكتني مرق قيمة هكذا ذو الك مرق قيمة قخافي نش السبب وصلت تشر نزع. يا ربي قتوبة يعني إهميث الأمر إن يمصر من مرنش قيمة يعني ذي كوار بينو وذيه كوين زا إيه وذو نزا يتوب. الله عز وجل يسنور نمين دايس يسنو عن توبة يسن صدق إيه وذو نزا. يتعجب موسى عليه السلام إنس يا رب شيدا غدا نزا ويكا حد يفق قهني ذي إنس ذي يفق قيا نزا يواد ولكتين ويفق حد زير وسط النق. فقال الله يا موسى سقيتكم بالذي به منعتكم وني تغز سبب زي وذم تفشي غنزا وني جز سبب زي دي هو غنزا سبب وني تغي وطان سري خانتي سري ربي سري الرحمة ربي وتسرب وغي وذن شكتو في زبغة نزيدة تو مد نسرب مد الموحيد يا ربي توا توحد شتوا تخسر شتوا تخسر مسلمن ربي رحيم تقري الغيرة خدينينو عمر بن الخطاب تنهز ثموع تنهز اكسيراتي كروبتي بوم إن سكوني بد ثوقيت بدي عاودة بوم ماني غاش بدا عمى مين تقيد ما حدث بد يكسيت بد إن سقحت مصر مجنم واضري مغربي الجن والله ما تعاود تنهز إن سني وذن قاعات عودة نهز ما تدو يا وكم تغيمير ثم وهو تنهز يبوس كثرة السجود نهز كثرة زمي وزمي نهز كثرة نسأت بل تنهز كثرة المعاصي تغط تنانزا تكانت تنانزا تقن الحيلة كربي الزانة زينو والزود جنره العشاء نيرفجا زي خوير قاس قانس كان حين تنانزا تنانزا تنهز هموات وحتيران والله لا تغط تنانزا تنهز هموات يلا قيم كاين اشتيرات الناس يا رب شني من يسوى يجينا مو من يسوى غيجا يعني التوبة يا خو موسى قرص لي ربي شني خص غاخزا الناس يا موسى قاي 40 سنة تي 40 سنة تي عصاي وفضيح الفضح غير خوميتو تخزى في الرحمة من ربي وذ النبي 40 سنة مش صاف تي عصاي الخوز غفضحة وميتو. فيا باغي الخير أقبل فالباب غير مقفل فوط نازم عذوما. يا من أذنب وعصى وأخطأ وعتى يا من بقلبه من الذنوب جروح تعال فالباب مفتوح أزدوما أزد غيث ماش أزد قال عالم إني خارقني يخارقني الطاس السني ديكي وفين واسج دور نغاية في مكسيك ذو الصح. يا من ركب مطايا الخطايا تعال إلى ميدان العطايا يا من اقترفوا فاعترفوا لا تنسوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقأسرفوا ما تركوا شيء إلا وفعلوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تهزى يا رحمة تهزى يا رحمة ربي. يا من أذنب وأساء تذكر قال الله تعالى يا ابن آدم
إنك إن دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي. تربي يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. تقصد يا رحمة ربي. أيها الإخوة الكرام، والله لسه خسور قسانة قسانة أتزم الطاس إن يثمثهم وسيد الجيب عن زيدة الطاس سندواني تتوي وضانع يثغى عن زيدة سند من زيك يزو ويد تسبو خستوين ذي العلم نش نيق ذي الفيق نش نيقى في الجيل نيقى ذغر ذي اللوج غدر وقت النس يزو الزيك يجن ونعب راسو يزو الضحش القنبو بيحلاجي ما حدا ذي زعل كارور يهمس قان شي وجبو ضنزيون نشي نضع الرحمة في يودا نشي مارش نجي وضع ورنغ يتقصى فاس فما ريوس الدغان زيدا حببوا إليه المسجد حببوا إليه هذا الدين لا تنفروه والتزم بخيولا يصدقك ربما أنت قاد أسقط نيرت حسب تخميني كيف النار قميني كيف النار السيدة مريت ابن شان يقربيز نطبيع رفز الحسنات ثم مريت كيف النار شتوه كيف أيضا النار ودي خرق حد معصوم مرة نغجر مرة نغجر عود قداء جتي الإمام أجد الإمام الإمام خميني الله يجازيه بالخير يتسجم يتغي ملا عشرين أزيد سعد يدقى روح مرة ونيديو سند جديدة وما مرحبا نقاش دي روس في النهمج ما رأك شان المشكل روح على الإمام نخزا شان يجني الجوالة غارك دي استيقى كيسوها نشين نشين يتزجن الأوقات الحشاس قرنبو السلام عليكم ذا العاس تزيك يوزوش ما عنده خاصني تزرات نرغى العالمين ارجوكم ارجوكم سحب بثيث مثلا غاز عن جد الدين زيدا سحب بماس الدين سحب بناس الاخ من عيسى عوده في ذيدا انش تغاوض رب دقيت تدعك يوم لان غانغ توحيد نعم غان ولكن سحب بثيث مثلا ارجوكم ايها الاخوه الكرام التوبه من المعصيه واجب شرعا لازم عقلا لأنها من أصول الإسلام وقواعد الدين وأول منازل السالكين وقد دعا الله عباده إليها إلى التوبة ودلهم عليها وأمرهم بها فقال مخاطبا لهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون اللهم اجعلنا منهم ثم قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إخوة الإيمان، الأنبياء كانوا يأمرون قومهم بالتوبة لما يعلمون من ضرورتها وأهميتها. الأنبياء تدعون مرة القوم سن ما حندذ توب الله عز وجل. وكان عليه الصلاة والسلام النبي النغ كان عليه الصلاة والسلام أعظم المستغفرين وأشد التائبين. الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وليت استغفارا ربي 70 مرة بلشان نغمي مرة يغفر ربي ما تقدم وما تأخر. إيوا يغفر ربي كلشي إنشي انشي ورني خصني حرك قايل سمري تعود قول مرا يتعود خلي استغفار
والله إلى الإنسان الذي يحس أنه يعني مدش غينب إجن العالم يفسوس فالاستغفار ضروري الزيز. أيها الإخوة الكرام، سألوا الله العظيم أن يوفق أن يغيس الجودان، وأؤكد حافظ يودان من غزام جديد جديد سحب بما سدين أرجوكم لنتذ المهمة لنشين ظهر رحمة فهمت؟ الشين وذان غني وذان غني بور بيحسير كابوس روح غابنا من الناس الجتماع شنك فونارا شبلغ بلغ الدين رب مالا تزمال مالا أهل قد تحضر غاملك وذي كابسيرا مالا ماكشا تقتشتي تسكشا سبيسياليستا ملك ذي كابسيرا يفهم شن فيبري شن ديريا شن حاج تمو مالا شن حاج سبيسياليست يسكشا سبيسيال إذن خمين غازات شن جن مالاش واحد جذبو ضربي إلى هرش غاس السيدة سكيها غالي اختصاص ذو هذا الأصل يثمى الدعاء الدعوة غاس الشروط الإنسان يستطيع رضا ضبيب أنا الدواء يوذا الدواء نغمين يعني التوحيد. اللهم وفقنا للتوبة النصوح، اللهم وفقنا للتوبة النصوح، واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتوفنا وأنت راض عنا. قلت قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، شحال شين زبجة كل جوج شحال، شحال شين زمة كل جوج شحال، ما الغاية بزمي مين ميت زمي مين شو ما فكات. أكثر من مرة نشتعوض دي الحديث الصلاة اثنين نار شعي ممكن ديرين سبب في دخولك إلى الجنة. ها يقال رسول صلى الله عليه وسلم من ركع ركعتين دي الحديث نروضه أو نقع الحديث من ركع ركعتين ولم يحدث فيهما نفسه زي غفر له. يقول نمي غفايا بمن غايح اثنين نار شاعر اثنين أذيرين تسبب في دخولك إلى الجنة ولكن يقسم تربي يقسم الشرط رسول صلى الله عليه وسلم من ركع ركعتين الشرط من يعني ولم يحدث فيهما نفسه شحال شي زرجة 40 يوم 40 سنة 50 سنة 60 سنة الله أكبر. هل صليت مرة واحدة ولم تحدث فيها نفسك؟ تبين صار إيش المهات قيش نين نرجعي سقومه قيد الله أكبر شك ذي الصلاة من يسجن ما رقش ذي وسط النغاني هناك عوالي الله أكبر ذا تبين صار نمشو من الشيطة حتى ما راهو الدار الشمح إيش غادي يقول الله أكبر تفدي الصلاة إيش من يجع. والله الذي لا إله غيره قذين وذرهرش إخصان فاح ذرح يتقص ماشا ما صنفاح ذين غرب عاد مين يعقر ذي الصلاة الله أكبر السلام عليكم لا الله أكبر إساء أرغين السلام عليكم يتعرف ذي الإمام السلام ذا قين ذينه ذين هو يعقر الخدروس ذين ولكن نرخى ذي الأمة موجود ذين هو يعقر الصلاة كما إذن غاية قزم أيها الإخوة مم عامة ويتيري بوجن رمضان أثن بأ وجبوش نوى رمضان أثن يعذر رمضان أقشو مقان رمضان ذم زواج خصش تقديم إجن برنامج جات تقديم برنامج ياش إشهار أن أدى أزم شروط النس ذي الأركان النس السنن النس الأدبيت شك زمي واسين شميني بطرنا زمي نزمان شينا نكش تقديم مثلا يجن نهار في الشتاء بناو يجن وعماص ما يزري الطونوبيل نسني نعرفش نده هذيك هذيك الفضيح ولكن شكت زومبي شحال سنه شكت زومبي تسند من داش غيبطرنا زومبي. إذن الإنسان ما رايزوم يسن الشروط الأركان السنن الأدب هذي حقق الغاية وزومبي الغاية وزومبي ميت عنا إقران ربي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب أي فرض عليكم فأخذكم كما كتب على الذين من قبلكم
قال أما مني يولا نتوا قبل نوم فلانه نتوا فارض خاص الصيام إذن من يربي فارض خاص الصيام كتبته علينا كما كتبته على الذين من قبلنا إن شيء أقش الجواب ذي الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من الغاية ذي الوسيلة لعلكم تتقوا إذن الغاية تنزوة تزم أن تحقق التقوى أشياء يروى إذن ما عندنا نحقق التقوى يخسن خدم شوية يجب علينا أن نحافظ على الصلوات في أوقاتها أقش جيش البرامج بونتا أن حافظ خل أوقات في الوقت الزاد ثم نحافظ في السنن ذي النوافل ذي الرواتب صلاة الضحى صلاة الوتر ثم قام غدي شهر القرآن مرة أهل العلم وين تقرأ القرآن من دي تقرأ رمضان تقول الله عنه ما كانش دروس القرآن غاشوين القرآن مين تزمح مين تزمح إلا غاشوين زي قبل ما ردوا قبل رمضان تقرأ القرآن أخواني شويت غاشوين تصغيم التعوان مش غاكز صلاة التراويح كورجي صلاة التراويح دي هاد دهنش أه؟ باللعن والو التراويح دي المسجد جيه دي هاد دهنش كورجي ثم نكثر من الدعاء عند الإفطار قبل غاتشد ماشي غادي ندق بذات أدعى الإفطار إيش تحبوش نتيني شوي ومن تبدي ذات تدعي يعني قبل غاتدي في حباية تيني تغا أد في حبة دعاء الدعاء قبل الإفطار تدعي جميع الصلوات النش وفي كل الأوقات مرة غدعو دعو دعو دعاء شديري خنش شديري ثبته نشي العائلة نشي يثمش المجتمع أنسلم لعل الله أن يرفع عنا مقته وغضبه وعلينا أن نتعلم أحكام الصيام ماذا صاحبي من الصيام من غقر من واتقر زم من وازم ما ذقر ثم تستند الفوائد النص الدينية الدنيا ويا الأخرى ويا ثم الحفاظ على أذكار تشاليك وأنتي بالا وليتا الحفاظ على أذكار الصباح والمساء والله ما راه قد الدور الدموت هذا ثقوات السور قد تغسل في النقط وكذا مستني الدفو ما يقف الأذكار من الصباح وليتا شنو يجن تشاليك وأنتي بالا في كيت ها؟ ثم ذكر الله في جميع الأوقات وقدك الله عز وجل تسبيحا وتحميدا وتهليلا واستغفارا وتكبيرا شبوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا أقش ديني مرة هنا والله لا تكبر على خزيز مرة صادقك الله عز وجل ومن ذلك أيها الإخوة الكرام التبرعات والصدقات لا بد الوقت اللي نتعيش تقصح غان غيث ما ذنغ محتاج واني زمانة ديوزو روح وزو وزو قذي فاميليان شغاك غاك وزو فقد فقد أه؟ ميمي لينال العبد الأجر والثواب في رمضان ثم تحصل على دعاء الملكين من السماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خزاو نتصدقل ما من يوم كرناخ من نتصبح يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزه كون اثنين ملكان اثنين كون كورس صبح فيقول أحد ما يقاوم زوا اللهم أعط منفقا خلفا يا ربي ويش نعاود لإذن ربي يا ربي ونمشي نشب خرفس خرفة وش سيقرا هاقا ويقول يقاوم نغني اللهم أعط ممسكا تلف الحديث متفق عليه وني البحين وني والو وني تلفظ بأجا سكرت ومن وسع الله عليه أيها الإخوة وني خيوسع الله عز وجل هاس لا ينسى ذوي الأرحام فمليانش المحتاجين الفقراء المرضى يذن هرشن المتشردين التصنيع يذن ضيعا التصنيع ذن ذسنا ما واس وزخينا والنزمة ساهم في رسم الابتسام على شفاته السيف الطحشن السعادة قضى الحوائج نسن ما حند رب ذي قضى الحوائج نشري الدنيا والآخرة ومن ذلك كذلك إطعام طعام
وكش الماك لا ثوزو ذو ميتغاك شد قيودا نحتاج فقد الجيرانش المغتربين غنغطس غنغير مانوس غنغطس نيت مثل غسين زي تونس قين كين غتزاد جنكينا غنغير مانوس زي سوريا غنغير مغربيين غنغير شويتي مصريين إنا مرة تبين ساش كاترين ديهاك ده هنش انت وخي خدم خمين غيرتين وحيد يتكسر مغرب شيء غزة ولو يماس ولو بابات إذا وغير جهوانز انت وحز مامي الوقت يزد محن هذه يحسن الوضعية المادية إذن أنفكا في الجينة أنفكا في الجينة أيها الإخوة إذن المسجد يجاريج المشروع أنفكا جاث مثلا المشروع نجاز رسم الابتسامة على المغتربين أنسفتها شوين تحاش السعادة إميجرانتي في غنغفة غانغدا يثمثنا غانغ إخوة تونسيين غانغدانيتا غانغي سوريين غانغي مغربيين إذن يقرر المسجد يعني مشين على حسب الشيء وهذا البرنامج غانغ نيو قاني قواني وذاني تقل أنك تحرث دي شهان رمضان يكمل تحرث دي شهان رمضان أنت شاسن تابانت متجاري ذي نهان واحد ونها 15 يعني اثنين تابات دي شهان أنت شاسن كيلو انتيني كرسي مانا فوس وغي يعني ستة وغي كرسي مانا إلى إخوانا ذنتا نعزم ثواثا إذن ثواثا يجل مشروع خيري مرة والنخسنا دي سهما مرحبا والنخسنا دي عون انتم زيدا الأخ محمد علي والنخسنا دي عون إخوة ثم غانا ثيوجير غانا ثيوجير ذي المغرب غانا دين دي ثيوجير غانا الفقراء كذلك والنخسن المحتاجين يتحرك غانغ الاخ مصطفى غانغ الاخ دريس غانغ الاخ نبيل غانغ محمد الروبي وغانغ فريد دينيش دينا يجي مسؤولين غانغ الاخوات يجي ذي برا عاود ونخسنا ذي سام اذا الخميني غاتشد يتم زيد محمد علي يشام مغنياز دقه ومخص غادي تشكيل فالله يجزيكم بخير انت تاع وايز ما ينجحش نحش بلا المحسنين انت تاع الزيوم أنا قلت فوز فوز ما حد نسيف السعادة يودانا هذا فيلم زي غاكسن رمخا هذا نسيف السعادة وانيتا ديجن خاغم قران تتغذي الله عز وجل الوضع من جوا تتغ من دابا 10 سنين أنيني ها 10 سنين تتغذي الله عز وجل خميني غا نمثيني بغا يسنا وانا نغا سيغي نخدك ويتبدي الفعل نخا ما حد نستفد رنشين خميني غا نعبه إخوة الإيمان رمضان فرصة لا تعوض ولا تقدر بثمن 30 يوما أتقدم واحد في الشبع رندا ثلاثة 15 جلسة 27 عافا ربي داري في ذي نش مستندروس شيء دائما مستندخة ذي جل عمل يمغى ذقري تعدد فينا النفحة كي تعدد إذن إخوة الكرام من قام سالبرنامج النير وزاد عليه حقق الصيام المطلوب وكسب الأجر والثواب ونال منزلة العفو والغفران قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إخوة الإيمان أرجوكم عوض عن غيجن الطلب النغني خميني غان كمر الصلاة لأن أخي توالي ذي وذانا قانش 25 ذي مي غالين ذي المسجد غات كمر الصلاة وذا انت بدي شغى بارا كمر ثو يعني وانت موت شاك فهمت وانت موت الإنسان يزوج أليو يعني الله يجزيه بخير ظري ذو ماش السلام عليكم السلام ذي مزيدة ماش ذي بارا وانت موت شاك قلوب بوث محمد أتوارد أخي نوذا دقنشا نحشت اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واجعلنا من المتقين المنيبين المستغفرين ونسأل الله أن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام
واجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين الوباء والغلاء والفتن والأمراض والأوبئة وسيء الأسقام، وردنا إلى دينك ردا جميلا. أسأل الله العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأقم